السلام عليكم. اليوم راح أتكلم عن موضوع كمان جميل جدا وغبي جدا. بعد ما كنت بناديني شوية راح شوف الشباب. هذه فائدة الكلاب. طبعا في واحد اقترب من الباب كان حاب يسلم علينا, فالكلب فكر وعدو او شيء زي كده فقام طرده, فاعتذرنا من الرجل وسلمنا عليه. هذه فائدة الكلاب, لانها تحميك وتحرسك وتحرس حلالك. طيب موضوعنا اليوم, طبعا كانوا يسألوني بعض الشباب انه فن النينجا, انت تقول تمارس فن النينجا وفن الدفاع عن النفس, ايش الفايدة؟ ايش الفايدة لما تتمرن طول حياتك ويجي شخص بوم يطلق عليك وجيم اوفر تنتهي حياتك؟ طبعا هذه واردة في كل الاحوال, يعني اي شخص ممكن يطلق عليك وينهيك, يعني سواء كنت نينجا او غير نينجا. وبعض الناس يقول لك فن النينجا ما ينفع في العصر الحالي لانه انت تتمرن سيف وتتمرن مدري ايش بانش وغير, بينما انه غيرك يستطيع انه يمتلك سلاح وخلاص. فن النينجا معظم الناس يفكرون ان النينجا يقاتل بالسيف فقط, يعني او بالاسلحه المعروفه القديمه. لا, فن النينجا فن شامل يعني, لكن ما هي حلوه انك في اثناء تدريبك انك تصور وتعرض للناس انك مدى مهارتك في اقتناء السلاح او تصويب السلاح او او او. النينجا عنده دقه قويه جدا وسرعه بديهه, يستطيع يقتنص ويستخدم الأسلحة النارية أيضا أفضل من الناس العاديين. يعني نعم نحن كنينجا نستطيع أن نمتلك هذه الأسلحة, نستطيع وبكل سهولة, ولكن لأن الناس مسالمين نفضل أن لا نستخدم هذه الأشياء إلا وقت الدفاع عن أرض بلد ضد ناس بعيدين, يعني لا تستطيع الوصول لهم جسديا. فهذه هنا ممكن تمتلك السلاح أو تتدرب على السلاح. أي نينجا متمكن ثق تماما أنه يجيد الأسلحة النارية لأنه تدرب عليها كما يجيد الأسلحة البيضاء, ثق تماما. ولكن لن ترى هذا في جدول التدريب أو برنامج التدريب, لأنه ليس من اللائق. نحن في دولة عربية, دولة مسالمة, دولة لها أنظمة وقوانين, فما تقدر أنه تمتلك هذه الأسلحة بكل سهولة وتروح تدرب فيها خلق الله, لأنه في جهات مختصة في الجيش في العسكر هو اللي يدربكم على الأمور هذه. ولكن كفردا يعني تستطيع أن تمتلك سلاح مرخص, أوكي, ترخص لك الحكومة بإذن الله, وبعد كده تتدرب في أماكن مسموحة لك على هذه الأسلحة النارية. أيضا من العيب ومن العار, قبل في بداية الفيديو قلت لكم أيضا يعتبر نوعا ما غباء, من العار ومن العيب. يعني الآن تجد إنسان يعيش عمر طويل 50 سنة 60 سنة 70 سنة ويموت بطلقة من شاب عمره 12 15 17 سنة. أليس من المؤسف هذا الشيء؟ أو مهم بالعيب هذا الشيء؟ أروح ضحية زي المشهد اللي شفتوه, إنه أنا طبعا لا أشاهد مشاهد, ولكن الشباب على ضولي يعني التمرين وروني إنه في شخص يقول لك يتجول في أمريكا ويقتل خلق الله بلا سبب. يعني هل هذا الشيء يسركم؟ هل هذا الشيء بالأمانة كان يسر أي إنسان يشاهد؟ يعني حينما يمشي شخص مجهول معه سلاح ويقتل هذا وهذا وهذا وأب هذا وأبو هذا وأم هذا وأخو هذا وفلان, هذا شيء غير لائق. فأنا أتمنى من حكومتنا, أتمنى ومنكم أنتم أنكم توصلوا هذا الفيديو أو توصلوا كلامي, أنه ليس من هب ودب يمتلك السلاح. أرى أنه الأسلحة النارية يجب أن تكون أعلى مراحل فنون الدفاع عن النفس, أعلى مراحل الرقي, أحلى أو أعلى المراحل حينما يصل الإنسان لقوة فكرية عالية, تهذيب راقي, يتدرب على 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 على, على
الأدب والأخلاق ويتعب ويكد ويتعلم على أسلحة بسيطة جدا كالعصا الصغيرة، العصا المتوسطة، العصا الطويلة، السلسلة، الحديدة، الننشاكس، ما أدري، بعد كده يصل على الأسلحة النارية وليس يمتلكها مباشرة على طول، يروح يطلق على فلان. فحينما يكون الإنسان رزين وعاقل وتعب وجاهل وكافح في حياته، صدقني لن تلاقيه يرمي رصاصة على من هب ودب كما يفعل التافهين واللصوص والحمقى هذه الأيام، كل من مسك سلاح وأصبح رجل. يجب أن يكون المسدس أو البندقية أو 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 أو, أو نصيحة يعني أنها تكون في 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 كرتبة يعني أو في مكانة عالية، مو أي أحد يمتلكها، مو أي أحد يمتلكها. يجب أن يمتلكها إنسان عاقل، إنسان واعي، إنسان مدرب، إنسان مثقف، إنسان يعرف ما الشيء الموجود بين يده. إن وصل السلاح ليد طفل صغير فتصبح مأساة، إن وصل السلاح ليد لص أو جاهل أو حرامي أو إنسان لا يملك أي ذرة من الأخلاق يصبح السلاح مشكلة كبيرة ويضر الأبرياء بدل ما ينفعهم. فهذا اللي صرنا نشوفه في العالم الآن، وصار ناس كثير يموتوا في الحواري، وصار ناس يموتوا كثير بسبب طلقة مسدس من شخص ليس برجل أو لا يستحق أن يحمل ما في يده. فإن كنتم معي في الشيء اللي أنا أقوله، أتمنى تدوين كلامي أو تصوير كلامي ورساله لمن يقوم بتوعية هذا العالم أو توعية البشر. صلى الله وبارك، زي ما قلت لكم الموضوع حساس نوعا ما، وموضوع قد يكون غبي نوعا ما للبعض. بالتوفيق وحان موعد إفطار رمضان، وعليكم بالصحة والعافية.